بها هذه القصة المباركة، وهي قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا لله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية في كل القرآن الآية الوحيدة التي دلت وبينت صلاة الجنازة. صلاة الجنازة بكسر الجيم لم تأتي في كتاب الله تعالى إلا في هذه الآية، ألا وهي قول الله تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صلاة الجنازة كم فيها من ركعة؟ حتى ركعة. كم؟ حتى ركعة. قد ايش من ركعة؟ أربع تكبيرات، ما فيهاش ركعة. ما فيهاش ركعة. قول لي أربع تكبيرات. أربع تكبيرات، أربع ركعات. إما لا ركعة فيها ولا سجود. أنا حبيت أشوفكم فايقين ولا دايخين. غرفة ما واحد فايق. قال أربع تكبيرات إلى آخره، مش هذا الموضوع، إحنا مع الآية. هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول عليه نعمة الله، هذا المنافق زعيم المنافق، نزلت فيه هذه الآية. هي جئت بها هذه الحصة: ولا تصلي على أحد منهم. هذا الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا زعيم المنافقين. من هو عبد الله بن أبي بن سلول؟ عليه من الله ما يستحق. عندما توفي، شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي حتى بالمنافقين، مع العلم أنه يعرف أسماءه، ومع ذلك تشوف رحمته به. وهذا المنافق، وهو الذي رمى عائشة بالإفك بالزنا، وهو الذي قال: سمن كلبك يأكلك. فشكون يقصد؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم: سمن كلبك يأكلك. قال حكيت عقبة منافق، ومع ذلك عندما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أستأذنك في أن أخذ منك قميصك، قميص الدار اللي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ باش يكفن فيه هذا المنافق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. يحب ياخذ قميص النبي صلى الله عليه وسلم باش يكفن فيه، لعل المولى عز وجل يغفر له. فأعطاه إياه. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه. قال: فجاء عمر رضي الله عنه فأخذه من ثيابه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه. قال: يا رسول الله، أتصلي على هذا؟ لقد قال كذا وكذا وكذا وكذا. وبدأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحب تصلي على هذا، هذا عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مصر على ان يصلي على هذا المنافق. قال سيدنا عمر وله الحديث هذا في البخاري، قال: فاتيته من امامه، جبت كتابنا شيء، جاء قدامه طفل غادي، قال: يا رسول الله، تصلي على هذا المنافق؟ هذا كذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم: قل له: دعني يا عمر، منافق. قال: فصلى عليه. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مع الصحابة إلى قبره ودفنه ودعا له. قال سيدنا عمر: فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سيدنا عمر واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف تصلي عليه؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه، قال خيرني ربي، خيرني ربي. فاش خير الآية التي نقبل؟ قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال فلقد خيرني ربي، دعني يا عمر أصلي عليه، لأن هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا تخيير. قال فلو أعلم أن أزيد على السبعين ويغفر المولى عز وجل له لأزيدن على السبعين. شوف الرحمة، وربي قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم سبعين مرة. قال كم نعرف ربي يغفر له وأنا أزيد على السبعين لا أفعل منافق. لكن هنا أتى القرآن الصحيح، وقلت لكم هذه السورة اسمها التوبة واسمها الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين ينكرون للإسلام. فجاءت هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أبدا هذه قال تفيد يعني المستقبل، تأكيد على المستقبل، يعني الآن وفي المستقبل لا تصلي عليه. شوف سيدنا عمر ثبات مع الحق، اللي كان يمنع في النبي صلى الله عليه وسلم أتى الوحي يعني مع سيدنا عمر رضي الله عنه. ولا تقم على قبري، علاش قال هنا؟ قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، علاش قال ولا تقم على قبري؟ قال لأنهم يعذبون في قبورهم. أرجو من تفاسير، لأنهم يعذبون في قبورهم. هذه جل التفاسير قالوا على أن عذاب القبر موجود، عكس ما يروج من عذاب القبر ما فيش. شكون مشى وجاب الأخبار وهكذا الكلام بتاع الناس ضعاف الإيمان. الذي قالوا النهي هنا علاش قالوا ولا تقم على قبري؟ قال لأنهم يعذبون في قبورهم. ولا تقم على قبري، علاش؟ قال إنهم، هذا الوحي مش كلام عمر، إنهم كفروا بالله ورسوله جمعا وماتوا فاسقا. هذا سبب نزول هذه الآية في هذا الخبيث. ثم بعد ذلك يقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، وهم المنافقين كان عندهم أموال في المدينة، وضيعات الصحابة ما كانش عندهم أموال من الفقراء، الفقراء اللي ربي أمر النبي أن يكون في صفهم وأن يكون معهم وأن لا يتكبر عليهم. في سورة الكهف تقرأها، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم، من شهد لهم بذلك؟ المولى عز وجل وحده. ولا تطرد الذين يدعون، هو كل الناس في الصراحة فوق، ولكن الآن تعمل هذا معك أنا أتبع فلان، أنا كل منصب مجاهد شغل معك، لكن العريان هذاك الفقيه ما بقاش معاه، وهذه موجودة حتى اللغة دي موجودة. لا، ربي قال له رد بالك، قال ولا تطرد الذين يدعون، شهد لهم بالذكر، يدعون ربهم بالغداة والعشي صباحا ومساء، علاش الغاية بتاعهم؟ قال يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنه، حتى بمجرد انك تخزرنهم خزره كبيره لا تليق بمقامهم. ها؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بعدك ولا تطع من اغفل قلبه، هذه زينة في حق عبد الله بن سلمان. أكبر عقوبة أن المولى عز وجل يبعدك عن ذكره وعن قرآنه. أكبر عقوبة أن المولى عز وجل يبعدك عن الذكر وعن قراءة القرآن. نجمنا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من أعظم العقوبات أن الإنسان يصرف عن الذكر وعن قراءة القرآن. لكن سورة الذاريات قال يؤفك عنه من أفك. ايش معنى يؤفك؟ اي قال بمعنى ان الله يصرف الانسان عن القران الكريم، وذلك بسبب ذنوبه ومعاصيه وتكبره. ساصرف عن اياتي الذين من اعظم العقوبات يتكبرون في الارض بغير الحق. عبد الله بن ابي بن سلول
قال ابن عمر: لا تنفق على من عند رسول الله ليخرجن الاعز منها الاذل. وزيد قال: سم كلبك ياكل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الان في زماننا هناك من قالت منذ ان اتى محمد الى العرب بدات المشاكل في العرب الى وقتنا المعاصر. هذه اللي عملت تلكم لجنه الحريات والمساواه. سباحه هذا الكلام بتاعها تقول من اللي جاء محمد للعرب واحنا في المشاكل الى الان. وكلامها موثق مسجل بالصوت بالصوت قديما وحديثا، والقران له بالمرصاد. من بعد يقول مش فاهم الناس تتفق، لا يعلم ان نسالكم انتم اي سؤال. اللي يقول من اللي جاء محمد بالوحي للعرب ونحن في المشاكل الى وقتنا، هذا شو حكم؟ هذا انتم تقولوا. انا هيك ما قلت شيء، كفرت ولا حد شيء، بل يقول هيك. أظن تربينا في مدرسة من يقول محمد يقاوم فيكم بالوحي وأنا أقاومكم بالشهيد العلمي، بالشهيد العلمية وبعلمي وما أشبه. كلها متربية في نفس المدرسة. هذه تقول لكم إحنا في المشاكل منين؟ من اللي جابكم محمد بالوحي. وإحنا نحب نزيد نذكر إخواننا الله يهدينا ويهديكم. تو البارحة بالوقفة دي اللي كانت نصرة إلى كتاب الله، إحنا قديش عندنا في من نسمة في تونس؟ 10 ملايين، بس ما نقولش 12 ملايين، خليهم 10 ملايين. اللي جاب 20,000 والباقي فيه، حتى مش يقف نصرة إلى كتاب الله ما فيش. تعرفوا كان يتمرر على القوانين هذه بتاع القوانين الشاذة هذه، عار إلى الكل، وأنا أقول لكم وأنا أولكم عشان حين المصحف قريب من القرآن. لأن المولى عز وجل يقول رب قارئ من القرآن والقرآن يلعنه. هذه قوانين حتى في قول ما عندهاش. اختيار الجنس والراجل يس راجل، اختيار الجنس أن توصل 18 سنة تحب تولي امرأة تولي امرأة، تولي راجل تولي راجل، حر تعمل ثديين وتعمل مشروع ويوم يعرفك حد. هذا مش يتمرر باقي باقي ثم انطلق نحن بربي. احنا 20,000 في الحرم الباقي والباقي فيه نصرة الكتاب الملكي حتى بحضوري كان موتوا الحرب كل على الاعداد، شكون عنده اعداد اكثر؟ طيب يخرجوا لكم هم غدوة احنا عارفين يخرجوا اعداد غفيرة ويزيد يكبرهم الاعلام الغادي ويتمرن لك. انا اقول لكم سكروا المصانع عشان تقراوا كلام ربي افضل، لان اقراوا في كلام ربي تتمرر قوانين مثل هذه القوانين الخبيثة. لا خير فينا جميعا ولا خير في صلاتنا ولا في حجنا. أقول هيك هذا بلاد الإسلام التي تطهر من عاشور العلماء والزيتونة تتمر فيها قوانين خبيثة. وإحنا قاعدين نتفرج مع بعضنا. ولذلك كما قلت لكم كما قال عبد الله بن سلول قالت هذه الخبيثة من الأمور من هذا محمد مسؤولية. هذه الخبيثة التي تقول منذ أن أتى محمد إلى العرب ونحن في المشاكل. وهذه مش يربيوا عليها الاشياء، مش يربيوا عليها اطفالنا، لان التعليم بتاعنا للاسف فيه السموم هذه. حبيت ولا كرهت؟ نمشي مع روايات في التعليم. يقول الاساتذه بهذا الفكر. واحنا في غفله وراكدين والله اعلم انهم ماشيين بين السفينه. ربما لم يشربوش الكلام، اما دي حقيقتنا. ولذلك راى كل انسان فينا مش يقف امام المولى عز وجل ويسال ربه. حتى تشترك نصرة لدين الله بعيد عن الأحزاب. يا أخي نحن كشعب مسلم نرفض هالقوانين الخبيثة. هذه مش بتاعنا، هل هذه مطالب الشعب التونسي؟ هل هذه المطالب اللي قامت عليها الثورة؟ ما هيش هذه المطالب. مطالب ثم شباب ما بطال، شوف القهوة قديش معبية الشباب البطال، شوف قديش من واحد بعض اللي شاب متحرر واللي كذا ما لقاو لهاش قلوب جايبين نحن القلوب تاع مش القرون الاولى الكل قبلها. هذه حادثه راجل يروح راجل الدار هذا كان راجل هو ساعه ما حين ضرب شيء هما مش فلذلك الانسان يقدر ولا يجي يصلي الصلوات مش في ماله هذا دوام الاسلام هو مش هذا دوام الاسلام هو يصلي الصلوات بطراوح ما يهمش مش هذاك الاسلام ماله الاسلام يحب لك وقفه لدينه
وراه ربي غني عن هذه الوقفه بتاعي. ربي تحب يستضيف بينا ولا بنبينا، اما لننظر كيف تعملون. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، هم يحبوا ربيهم الاولاد كي يخرجوا ضرب في بور. لذلك القران شو قال؟ قال ولا تعجبك اموالهم، اموال مش معنى اموال، زوجاي الخارج من غيرها الله اعلم من شيء. قالوا في بقش قانون في قوم لوط، قلت الفلوس كلها ذهبت. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، حتى الاولاد مش يجيبوها هما نطفه خبيثه، مش يخرج من الباب. اليوم جاي من انسحاب، جاي من فلوس محرمه، مش يخرج يضرب في بول، مش يخرج عايد الوالدين، مش يخرج مفسد في الارض. لذلك القران صريح، ولا تعجبك اموالهم واولادهم، شو ما بالك وريح نفسك. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا. شكون هذا؟ الاموال والاولاد. طيب يخرج يضرب في بول وعارف الوالدين، مش اكبر عقوبه هذه في الدنيا وتذهب انفسهم وهم كافرون. اكتفي بهذا القدر، لكن اقول اليكم كل انسان راه مسؤول. والله كان تتبرع للقوانين هذه ما عار علينا الكل كشعب، لان ما صارتش حتى في بلاد هاي الجزائر بحدها، هاي يعملوش حاجه منها. ولذلك يختاروا البلدان ويختاروا الاشياء وتمشي برا، اللي لاهيت في المهرجانات واللي همه في الكوره، وهديه مش لاهينا نحن، واللي في الدكتورات واللي في العروسات ومرروا عطيها. لذلك ردوا بالكم على ديننا وعلى دينكم، ان شاء الله ربي يصلح الحال ويحيي الرسول.